كيسيون عنتر. عنتر معناها شنو رايك في اللي قاعد يتقال على عنتر؟ اللي مالا ليزا ليسبيرونس عنتر عنده معناها دي بروبليم افيك شويه مستف ليسبيرونس. معليش كومونتير على اللي قاعد تسمع فيه. والله الشيء اللي نجم نقول الناس اللي يهضروا في الهضره هذه ربي يهديهم ربي يهديهم. وانا أنا لاعب محترف جاي هنا باش نخدم على روحي ونعاون صحابي وحتى هم يعاونوني، وعندي علاقة مليحة بزاف مش شوية يعني هنا كيما في بلادي. وكيما قلت لك أنا خدام على روحي مع صحابي كسوا افيك لو بريزيدون افيك لونترينور افيك لو ستاف تكنيك افيك تو الموند مع الجمهور ما عندي حتى مشكل. أنا دي غيمور هكا كمان دريت منين خالقة هذا لي غيمور. بصح كاين حاجة الواحد لازم يعرفها كيعودوا لي ريزولتا ناقصين شوي on va critiquer les noms les plus connus dans une équipe. وهذه لازم الواحد يستحملها وانا ما عندي حتى مشكل بشي هذا. je préfère que prendre la responsabilité علي انا وعلى دي جوغ صغار في ليكيب. احنا الحمد لله نجربوا نخدموا خدمتنا ونتحسنوا من ماتش لماتش. هذيك هي خدمتنا، حاجه اخرى مانيش هنا باش نعرف.